بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نتناول حياة الأنبياء في سورة الأنبياء، وقد وصلنا إلى فتنة أيوب في الحلقة 56 بعد 130. ونحن نتحدث عن فتنة أيوب. إذا أردنا أن نقارن بين أيوب وسليمان، نجد أن سليمان عليه السلام طلب من الله ملكا، رغم أنه كالوريث ملك داود، إنما طلب ملك لا ينبغي لأحد بعد، فأعطاه الله ملك الريح والجن والطير والوحوش ويعني وأسن له العين القطر وربنا سيح له المعادن كل ده. شوف بقى سيدنا سليمان ياخد 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 ياخد. طب سيدنا أيوب العكس، يسلب 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 يسلب. يروى أن أيوب عليه السلام، وطبعا يعني إيه الرسالة اللي كانت مع أيوب، وإيه الكتاب اللي نزل على أيوب، وإيه القوم اللي دعاهم أيوب. أيوب مثال للدعوة الصامتة بصبره، وكأن أي إنسان، وأنا لسه بقولها في كل مرة، كل بيت هتلاقي فيه أيوب، وكل مستشفى هتلاقي فيها 100 أيوب. أيوب مثال للصبر على البلاء والثبات حتى يثبت من حوله. طب عمل إيه أيوب؟ أيوب عليه السلام، أيوب هو الرمز، هو رمز الرجل الذي كان يكتم إيمانه. لا، ما كانش يكتم إيمانه، ده نبي. رمز يعني أنا أقصد إن هو ده كان فيه في أيام فرعون، ما هو كان فيه أيوب صابر على دينه وكده. في أيوب يصبر على بلاء في دينه، وفي أيوب يصبر على بلاء في جسده، وفي أيوب يصبر على بلاء في وظيفته. يعني في واحد يتشال من وظيفته، أيوب صابر في بلاء. واحد صابر على بلاء في جسمه، عنده مرض بقاله 15 سنة. يعني في مرضى في المستشفيات، يعني كنا بنمتحن عليهم البكالوريوس، الاستاذ بتاعنا بيقول لك خلي بالك من المريض ده، انا كنت بمتحن عليه من 15 سنة. يعني شوف مريض في المستشفى بقاله 15 سنة. يعني انت عايز تقول ان ايوب ده مثال للصبر على البلاء، على الفقر، على المرض، ها، على فقد الوظيفه، على فقد الولد. ايوب عليه السلام مثال لكل انسان، وانا بقول دايما ان كل بيت فيه ايوب. ازاي بقى؟ هقول لك. أيوب عليه السلام كان نبيا ملكا غنيا، خلاص. وبعدين ربنا اداه من الولد الكثير، واداه من المال الكثير، من الزرع، من الـ الأنعام، من المواشي، أولاد وزروع وقصور وأموال كثيرة. وبعدين أراد الله سبحانه وتعالى له البلاء، والشيطان بيقول له يا رب إنك إذا ابتليت أيوب لن يصبر، فابتلاه الله بفقد أولاده. كان عنده في رواية يعني 30-40 ولد وبنت، يعني توفاهم الله وباء وجه وماتوا، فابتلي في ولدي، فصبر وحمد الله، صبر وحمد الله. الشيطان يقول له لا يا رب، لو ابتليته في مالي فلن يصبر، ايه يعني الولاد يخلف غيره. فابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد أمواله، مواشيه ماتت، جالها وباء، والأرض هلكت وجفت. فالشيطان بيقول له يا رب إن ابتليته في جسده فلن يصبر. كل ده وأيوب بيشكر، يضيع ماله كله ويموت عياله كلهم. يعني في ناس بتتجنن ويجيلها يعني يقول عليها شلل وعمى عشان عيل من عيالها مات. وبعدين الشيطان يقول له يا رب لو ابتليته في جسده فلن يصبر. ابتلاه الله بمرض، وكان اسمه مرض ذو الفقاعة، وبسميه لغاية دلوقتي مرض أيوب، وكان جسمه بيتملي فقاقيع كده وتفرقع، ويعني محدش قادر يعني بلاء. وقاعد وتركه الأهل بقى والأحباب والناس اللي كانوا عاوزين المناصب والسياسة والفلوس وخلاص. ولما الإنسان يشتد بلاؤه الناس بيتمنوا الموت. ولما طال بلاؤه، يعني مراته قالت له يعني أنت تلاقيك عملت ذنب كبير قوي وربنا مش عاوز يغفره لك، خلاص. فالشيطان بدأ يشكك في إيمان أيوب، إن أيوب عمل ذنوب كبيرة قوي جدا ومش راضي ربنا يغفره، مع ان ربنا يغفر الذنوب جميعا، حتى واي ذنب، القتل، الزنا، السرقه، الرشوه، التزوير، اللي عمل ذنب ويتوب يتوب الله عليه. فيضرب الله المثل بايوب، وايوب اذ نادى ربه. بعد كل ده، بعد ما فقد الاولاد والاموال والصحه ونام في الارض 17 سنه، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم. مسني، ما قالوش يا رب انت بهدلتني، ناقص بلاء ايه ما اديتهوليش، ما قالش كده. أني مسني الضر، وفي آية رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اللي تعبني يا رب الشيطان، عمال يقول لي إن أنت عملت ذنب وربنا مش هيغفر لك. بعد كل السنين دي 17 سنة نايم في الأرض، بيقول له
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني هنا ده نداء بقى سيدنا أيوب عكس النداء بتاع سيدنا سليمان، وفي الاثنين استجابة. ما هو أنت عاوز الدنيا هيديها لك، عاوز يرحمك من بلاء هيرحمك. ما هو ده دعاء ممكن تدعو به أنت وغيرك، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له. هل دي دعوة خاصة بأيوب؟ لا، بكل البشر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم، وخلف تاني وجاب عيال تاني، ورجعت له أمواله ورجعت له صحته ورجع له أولاده، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. كان عنده 20 عيل بقى 40، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ممكن الملك يزول منك ويرجع؟ ممكن شركاتك تخسر وترجع؟ واضح. ممكن المناصب تروح عنك وترجع؟ ممكن تسلب ثم يعود ما سلب منك؟ اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء. الله سبحانه وتعالى يمنح ويسلب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق. فعشان كده سيدنا أيوب أصبح مثالا للبلاء، وفي كل بيت من بيوتنا أيوب صابر، صابر على بلاء وفتن، صابر على عجز، صابر على ظلم، صابر على مرض، صابر على فقر. في ناس صبر وتحتقر صبرك مع صبره، يا على الناس اللي بتتحمل دي. هل يا ترى أيوب بس اللي بيتحمل، ولا في أنبياء تانيين بيتحملوا؟ ما عندك ربنا سبحانه وتعالى، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كله من الصابرين، كله من الصابرين عنده بلاء. إسماعيل عليه السلام أبوه سابه طفل رضيع، سابه طفل رضيع بين الجبال، سابه أمه ومشي، ولما بلغ معه الساعة كان بيجي يزوره كل سنة مرة، وبعدين جاله قال له ده أنا عايز أذبحك. في بلاء أشد من ده؟ يا ريت على كده وبس. وبعد كده قال له تعالى نبني الكعبة، وبعد كده بلاء شديد شديد. عشان كده ربنا قال وإسماعيل وإدريس. إدريس ده حكايته حكاية، وكان يريد أن يقف في وجه الباطل واعتصروه وكذا، ورفعه الله إليه ورفعناه مكانا عليا. وطبعا الأسطورة المصرية القديمة بتقول أن إدريس وأوزوريس وإزيس، طبعا كلام لخبطة، إنما الكلام اللي قاله ربنا هو اللي صح. وذا الكفل نبي من الأنبياء، معلوماتنا عنه قليلة، كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا أنهم من الصالحين. في حتة مهمة جدا في الصبر على المحن، أنك إذا صبرت على المحن واستعنت بالله قويت شوكتك، قوي إيمانك، قويت مناعتك الإيمانية، واستفدت من بلائك. يعني أقول لك إيه، في ناس ابتلوا، في واحد ابتلي والتاني ابتلي بلاء بلاء بلاء، في واحد من أول بلاء وقع وفي التاني متعود على كده. يعني سيدنا نبي محمد يقول إيه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أول من يبعث يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال أنا أول من أبعث، ولكني أرى موسى بن عمران قد سبقني، فلا أدري هل بعث قبلي أم جوزي من الصعقة بصعقة الطور. لما سيدنا موسى سأل ربه وقال له إيه، رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. موسى اتصعق كده، خد بلاء وخد الصاعقه بتاعته، زي اللي بيعذب في القبر فيرحم من عذاب الله، زي بعض الناس التي تعذب في قبرها فيخفف عنها، او زي الناس اللي تاخد بلاءها الشديد، تاخد بلاء شديد في الدنيا فيرفع عنها البلاء يوم القيامه، او ان بلاء يرفع بلاء. يعني ساعات ايه، ساعات بلاء يرفع بلاء، وساعات بلاء يخفف عن بلاء، وساعات بلاء اهوى من بلاء. يعني هل يا ترى لما مثلا رجله تتكسر عشان ما ينزلش يعمل حادثه؟ بالظبط كده، واحد كسرت رجله عشان ما يركبش طياره، وقعت الطياره ماتت، فربنا عمل له كسر رجله عشان ما يركبش طياره. في بلاء اخف من بلاء، وبلاء يرفع بلاء، واللي عنده بلاء احسن من اللي ما عندوش، لانه في ناس لما بتنعم كتير ويجي لها اول بلاء بتقع، وفي ناس متعوده على كده قويه يعني. فنسال الله ان يخفف عنا البلاء ويقوي شوكتنا الايمانيه، لانه احنا مخلوقين هنا اصلا ليه؟ للبلاء، صح كده؟ لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني مصارعه وبلاء، انت مش جاي تنعم هنا. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.